فإننا نحيي فيكم هذه الروح النضالية والروح التضامنية ديال الموظفين اللي كنشوفوا فيها كنلمسوها في الاهتمام ديالكم والالتحام حول قضية واحدة قضية مشتركة وهي حق عادل حق عادل وهو خصنا ما نتنازلوش على حق هذا المكسب هذا مكسب ديال الموظفين وحقهم لابد لازم تنضلوا عليه راه حتى شي واحد ما غادي يدير لكم حتى شي واحد خصكم تنتزعوه الحق ديالكم لا يعطى الحق لا يعطى خص انتزاعوه والتماطل ديال الاداره والتسويف والتخويف وهذا التلاعب ديال المصالح بالمصالح الموظفين وهذه سنوات وسنوات لحد لحسن الحظ لحسن الحظ تغنوا تصدروا في المغام الديد وتواريغ زريغ التسريق قاع سينما ما في الطلباني خاصو يلخو في الكارني سريق سريق مني خاصو يلخو الموظفين زريغ الموظفين بكاع السيات غير غاسل الاجتماع ولا نيش تحيي خذاهم الروح النضالية الروح ومثمونهم لا دليل دليل انه دليل لا يدل على اي شيء انه انتم عاد قد متوحدين تتمم الحق نوم وتولوا مثلا يكسل وعادي بذن عاد قد كان عاد قين عاد في جنس ما دقلين عاد ودارين خباقية تصيب الدرن يمكن قذن داسنا المرق اللي الاحتجاج فيهم الخوف كان حقاش عندهم الحق كيخافوا على العائلة ديالهم يخافوا على القد ديالهم الفلوس الماندا ديالهم ولا عندهم الحق ولا انه مع الوقت غادي يعرفوا انه هذا الشيء مكسب خص الوعي الوظيفة الموظفين خص يكون عندهم وعي سياسي وعي حق بعد حق اجتماعي ينضلوا على الحقوق ديالهم المطالب ديالهم هذا ماشي شي شي نقابه ولا هذه فعلا النقابه واحد اطار تنظيمي ديال الموظفين يكون عنده الميزان ديالو يكون عنده الموقع صامدون صامدون لرب المطالبون صامدون صامدون لرب المطالبون صامدون صامدون لرب المطالبون صامدون صامدون
لرب المطالبون صامدون صامدون لرب المطالبون صامدون صامدون لرب المطالبون لرب المطالبون والصلاة والسلام على سيدنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشينا يا إثماء الإخوان الموظف والمين تكذنيتا قاشي تطلب حقوق النخ وتطلب وش الحاج تزي المسؤولين الحقوق والحقوق مسألة شرعية مسألة إيش مسألة يعني مسألة قانونية ومسألة ذي الحق النخ. إذا من تتزي المسؤولين ترسل بحقوق النخ الله يجزيكم بخير المسؤولين الله يجزيكم بخير وزي من تتربوش الحاج تقوش وزي من تتربوش الحاج تضدع نخطة النفة تتزي من حقوق النخ لينا ولا نشيد البشر ولا نشيد الثروة النخ ولا نشيد المستقبل النخ لكن خليتيش العدد الموظف وامريش نشاع والله ما مرشن غير خيش العدد الموظف وندانيتا غاس نسوبرين شارل نهريش إذا الله يجزيكم بخير الله يجزيكم بخير الوقفة أنا كان لديكم نقطة الجواب لكي نستمر في هذا المطلب يجب علينا غادي نأكدوا هذا الإطار التنظيمي ديال المنتخب نديروا إطار تنظيمي وندخلوا تحت اللواء هذا الإطار ونبقاو نطالبوا بهذا المكسب صامدون صامدون الربين صامدون صامدون لرب المطالبون 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 صامدون 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 بسم الله الرحمن الرحيم سأقرأ عليكم بيان احتجاجي. إن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية من طرف موظفات وموظفي جماعة زغنغان جاءت بعد بلوغهم درجة اليأس من إيجاد حل منصف لمعضلة الحرمان من مستحقاتهم المالية لمدة تقارب عقدا من الزمن. فقد سبق لموظفات وموظفي جماعة زغنغان أن وجهوا العديد من العرائض إلى الجهات المعنية محليا وإقليميا ووطنيا لتسوية وضعياتهم المالية نظرا لمشروعيتها وقانونيتها، إلا أن الجهات المسؤولة لم تفي بوعودها تجاه الموظفين. لذلك فإننا كموظفين مصممون وعازمون على المضي إلى الأمام صامدون 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 لرب المطالبون صامدون صامدون لرب المطالبون صامدون صامدون لرب المطالبون. لذلك فإننا كموظفين مصممون وعازمون على المضي إلى الأمام في سلسلة من الخطوات النضالية والاحتجاجية السلمية إلى غاية التجاوب مع مطالبنا المشروعة. لذلك نهيب بجميع الموظفات والموظفين الاستمرار في الاتحاد والتعبئة لإنجاح كل المحطات النضالية القادمة. والسلام عليكم. أيها الموظفون كلنا معنيون 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 أيها الموظفون كلنا معنيون. بسم الله الرحمن الرحيم. والوقفة يتسد بعد أن الموظفين جاروا جميع الوسائل الغنية السلمية ورين العرائض العمالة الداخلية وحرن كيل مجهود ماري وظن غاية جندارس درجة اليأس وغيان الأسلوب النضالي لأنه فين الكتابة وهو تيهو النتيجة نكا وقفة احتجاجية على وعصر المسؤولين هذا المقصرين باش حل المشكلة لأنه تحي مقع وكان غادي من 100 مليون المتراكمات ربما ضغط مليار و200 تسمى شري سكوار الموظف اليأس لأننا ناتجو جميع المسؤولين المحليين واقليميا وعلى صعيد مستوى وزاره الداخليه هذا كنيج المجهود
عن طريق جلج دوالة مثلا كورس شوات تشليج المبلغ ولا المهم جلج دوالة مش قيني مجموعة من الجماعات من بينها قرية أركمان وفي ناس نحل إلا نتوغنت من الشين شغل ذي تحل المشكل بلا ما نوض غاد قال الاحتجاج ولا باش نحافظ على الهدوء الإدارة الأمور ذو يعني مليح ولكن في الموظفين وحرم الصبان وهذه نقول حولولة اضطرا باش ذكين وقفية الاحتجاجية ونتمنى على الله وعلى ان شاء الله المسؤولين هذا السرين باش تما هذا حل المشكل باش هذه بدا الشغله اللي تما شنو الاحتجاج ليس غايه وانما وسيله يجل وسيله بنادم يعزم زي حقوق الناس نهار تحقق غايه وضغ حقوق الناس ويتحوي جلا لا احتجاج لاي حاجه اخرى الموظف مستعد هذه خدمه هذه الواجبات نسمارة ولكن يتتار انت الحقوق الناس اسمكش ندير الوقت المناسب كما هو جاري بجميع الجماعات شي ناس غنغان جزء من المغرب مادام تحل المشاكل مار الجماعات المغرب راه شي ناس نحل المشكل وبه وجب الاعلام نشين وقال وقفية الاحتجاجية تضامنا مع الأخوان والأخوات الموظفة احنا يا ما طالبين حتى بشي حاجة احنا طالبين غير الحقوق ديالنا والإنصاف ديالنا حيت بزاف الموظفين والموظفات كيعانوا من شدة شي مريض شي عنده مسؤولية شي ماشي كنطلبوا شي حاجة أكثر من الطاقة ديالنا داكشي غير مستحقات ديالنا ما احنا ما طالبين ما دايرين شي ضجيج ما درنا حتى شي حاجة المهم احنا يا مطالبين غير الحقوق ديالنا ما مطالبين حتى شي حاجة موظفين محتاجين كاينين اللي عندهم مشاكل بزاف وحنايا درنا هاد الوقفة الاحتجاجية غير باش نطالبوا بالمستحقات ديالنا والسلام عليكم أيها الموظفون في خطر هذا عار هذا عار حقوقنا 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 في خطر هذا عار هذا عار هاري منا لغف المشتينا هاري منا 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 هاري منا لغف المشتينا
في غف مجدنا هرمنا هرمنا في غف مجدنا هرمنا هرمنا في غف مجدنا هرمنا